العمل السياسي هو يعني نتاج لفكر وأيديولوجيا، وفي محصلتها هي محاولة للارتقاء للرقي بالعمل السياسي وبالاقتصاد وبالمجتمع وما إلى ذلك. فالعمل السياسي هو تلخيص لكل هذه القضايا، صحيح. وبالتالي يجب أن يرتقي حتى مستوى الخطاب السياسي لذات المستوى. يذكرني حديث الفريق أبو هاجة بخطابات الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير عندما كان يصعد إلى المنصات ويستخدم ذات الكلمات وذات الألفاظ الغير مناسبة والغير مقبولة والتي تجافي الذوق العام. يعني وصل بالرئيس المخلوع أن ذكر بأنه صرف لسفيرة بريطانيا بركاوي، وهذه كلمة يعني سوقية جدا لا صحيح. ترتقي أن تقال على منصة، أي منصة من المنصات، وعلى مستوى صحيح. رئاسة الجمهورية. مستشار الفريق البرهان على ذات المستوى يتحدث بأن هذه هضربة هضربة وهذه سياسية. هلوسة وما إلى ذلك. فبالتالي هي ذات المدرسة وذات الفكر للأسف الشديد، وذات العقلية، وذات العقلية هي ما قادتهم لهذا الانقلاب. نتمنى بأن يرتقي الجميع إلى مستوى الثورة التي قام بها هؤلاء الشباب ومستوى الشباب. يعني هؤلاء الشباب عبارة عن مدرسة، شعاراتهم يعني أصبحت أهازيج، وأصبحت يعني حتى كل المنصات الإعلامية حول العالم تحدثت عنهم وعن شعاراتهم وعن أغانيهم وعن المستوى الرفيع الذي أسقطوا به هذه الحكومة المبادرة عبر ثورة سلمية. فبالتالي يجب أن يرتقي كل هؤلاء إلى هذا المستوى. للأسف هذا حديد مردود إليه ولا يساعد أبدا في إحداث أي انفراجة في الوضع الراهن.